اهلا بكم على الهواء مباشرة في واحدة من اهم حلقاتنا في هذا الشهر الجميل شهر ابريل. وكما يقولون عن ابريل انه شهر الكذب. فالنهاردة هنفند الكذب ونتكلم عن الصدق في العلم في الطب. من ضمن الحاجات اللطيفة جدا انه يعني الانسان ساعات يتعرض لانه يفقد سنة في حادثة كوميدية او في حادثة عموما مش لازم تكون كوميدية يعني. ماتش ملاكمة زمان جاء في دماغي ان انا العب ملاكمة. وكنت انا بقى يعني بحب جدا الكورة وبحب السلة جدا والبينج بونج انا كنت لعبت كل حاجة بس الملاكمة دي جت في دماغي. ورحت اول تمرين في الملاكمة يا جماعة وقعدت عشان اتمرن بقى. وكنت بتمرن انا على حاجة اسمها ساندي باج. وبدأ اول واحد يطلع يلاعب الملاكم يعني يتمرنوا بقى وبتاعوا يتمرنوا. ودب لقينا الملاكم اللي هو المدرب ضرب الواحد زميلنا بيتمرنوا فوقع له سنة. رحت انا لامم حاجتي واتكلت على الله مشيت. هذه الحادثة فكرتني بس اتدربت بعد كده يعني رحت اتدربت بس بقى عرفت ان لازم يبقى في وقي اسنان واوائل الاخر. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي ممكن يحصل لما الواحد يفقد سنة بشكل دراماتيكي مؤسف للغاية وخصوصا في ماتش ملاكمة. انا جاي اعلمك كاراتيه. هو الحزام الاسود بقى جلد وبتوكه؟ احنا نهزر؟ ايه ده؟ ايه ده؟ امسك، انا عايز مدرب بوكس. انا بلا فخر المدرب الوحيد بملك الشباب المصاعيد. استاذ حمدي باختصار انا عاوز اعرف اصد اي بوكس يجي في وشي. فهمني، ما هو انت ما فهمتنيش كده يا سيدي. بسيطه، احنا هننفذها عملي. لفيني باللكاميه في خشم. يعني اعمل ايه؟ لفيني باللكاميه في خشمي. مش فاهمك. اديني بالبوكس في وشي. ايه ده، انت عايز بوكس بجد في وشك؟ لا كده وكده. طيب انت واخد بالك من نفسك؟ تمام يعني. يا ابني ما تخافش مني. طيب بس ما تزعلش مني. سوري. اضرب. انت تمام كده؟ ايوه. يا نهار اسود. او ماي جاد، دف اسنانه. هيز بليدنج. ايه معلش. بص يا عمده، انت بتضربني غلط. طب علمني اضرب ازاي صح. انا عايزك تديها لي عدل مش كنت ضايع. ايه يا دنيا، حرام عليك، راجل هيموت في ايديك. عمال يقول لك اديها له عدل، بتديها له خطافيه ليه؟ مات ولا ايه؟ الله يرحم سليمان عيد، كان نجم كوميديا رائع. اسمحوا لي طبعا في هذا الحلقه المهمه جدا احنا نتحدث عن الحوادث وكيف تفقد الاسنان وازاي نستعيدها. وطبعا النهارده زي ما احنا قلنا دايما يوسف عيد، اسف انا قلت سليمان عيد، انا اسف، يوسف عيد طبعا نجم كبير يعني الله يرحمه. فمن ناحيه ثانيه ان احنا هنتكلم عن الصح والخطا في الاسنان عموما وعالم الاسنان، تصحيح عالم الاسنان. عشان نتكلم ده لازم يكون معنا ضيف كبير طبعا، يعني اسم كبير واسم لامع ما شاء الله، حقق نجاحات متميزه وابهرنا واسعدنا وشرفنا وجوده معنا. وطبعا بلا شك ركيزه مهمه جدا في عالم الدكتور، وهو طبعا نجم بلا شك كبير جدا في عالم الجذور وفي عالم التعامل مع الاسنان التجميليه والى اخره واشياء اخرى كثيره. و نقدر نقول عليه فعلا نجم من نجوم التكنولوجيا كمان. مهم قوي ان احنا نتعرف النهارده على ضيفنا، طبعا القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير، الاستاذ دكتور شادي علي حسين، الاستشاري ومدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور والمدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي، وطبعا رئيس مجلس اداره مركز شايني وايت الشهير. اهلا بك يا دكتور شادي. اهلا بك دكتور، وحشني والله. جميل طبعا يعني يوسف عيد واحمد مكي، بس يوسف عيد يعني مبدع الله يرحمه كان في الكوميديا، والحكايه دي بنشوفها كتير، حكايه كسور الاسنان في الملاكمه. اللي انا حكيته ده حقيقه يعني، دي ذكرياتي عن الملاكمه. دي حقيقه. وبعد كده بقيت بلعب كويس والله، انا كنت لعيب كويس جدا. يمكن من الحاجات اللي بتحصل فعلا تروما او الكسر والكسور اللي بتحصل بيبقى ليها حلول وبتبقى ليها سيكونسز لطيفه في العلاج والتكنولوجيا. ويمكن من المواقف الطريفه اللي لسه حصل لي امبارح ان احد الزملاء بالصف في احد الجامعات المصريه مقابلني، فبيقول لي ازيك دكتور شادي، بقول له اهلا زي حضرتك.
فبيقول لي انت عملت حاجة جديدة. قلت له ايه؟ قال لي انت كسرت الاصنام بتاع طب الاسنان. عجبتني الجملة. التعبير ده، التعبير ده على فكرة حلو، حلو قوي في الطب، بره الطب لا. هو قصده ايه؟ هو يقصد تابوهات، الحاجات اللي احنا كنا حاطينها تابوهات. حاجة ما ينفعش ان نتقرب لها. احنا غيرنا الكلام ده، احنا بنغير المفهوم ده. احنا ما بنهاجمش حد دكتور ايمن، ولكن احنا اللي نقصده ايه؟ بنهاجم ليه؟ ان احنا بنعمل احنا بنعمل بنقدم نوع جديد من التكنولوجيا، بنقدم اسلوب جديد من التكنولوجيا، ونفسي الناس تستوعب ده بطريقه ان احنا، انا ما بقولش ان دي وحش او ده حلو، انا بقول ان في اوبشن جديد. بدل النهارده ما انت كنت بتركب حنطور عشان خاطر تروح بيه المشوار بتاعك، لا انت ممكن تركب فيراري. يعني هي الفكره مش فكره الفيراري نوع من انواع العربيات. يا جماعه شركه فيت. يعني انت المشوار بدل ما كنت هتوصله في 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 شهر هتوصله في ساعه. فهي الفكره انت وانت يو هاف ذا تشويس. يعني انا ما بقولكش ما تروحش تركب كذا او ما تروحش تعمل كذا، لا انا بقولك في اوبشن جديد. انا النهارده المشكله الاساسيه اللي موجوده في العالم كله مش في مصر، ان انا في رعب، حاله رعب من دكتور السنان. طبعا يعني ده حاجه اتس فيري كومن. فاحنا لما بندرس ده سايكولوجيا مع الناس بنبتدي نشوف الرعب ده من دكتور السنان ليه. فالرعب ده من دكتور السنان بيبقى من الالم، الرعب ده من دكتور السنان بيبقى من الزيارات الكتيره. أيوة. الرعب ده من دكتور السنان ان انا تطلع لي نتائج افضل تشوه لي بقي بقيه حياتي، احس ان انا اللي كان زمان يركب طربوش او كفر على سنته يفضل طول العمر مش عارف يضحك. الحادثه حصلته زي ما انت بتقول او لكسر او الكلام ده كله. فدي التايم او الوقت، الالم، النتائج الغير مرضيه. هم دول الثلاثه، المثلث بنسميه مثلث الرعب في طب الاسنان. فمثلث الرعب في طب الاسنان ده هو ده اللي احنا بنكسره، هو ده اللي احنا بندمره. مش بنتكلم، مش ان احنا بنقول ان في حاجه حلوه وحاجه وحشه totally different. لا انا بقول انا عندي عنصر اسمه عنصر التايم، انا بخلي نخلص الزياره في كل التايم، لو فحش وعصب سواء زراعه سواء قشره او الكلام ده كله بنخلصه في جلسه واحده. بقول عنصر الالم بنشتغل بالمايكروسكوب، ويمكن يعني واحد من الاخبار اللي بنقلها ليك دلوقتي يمكن حاجه ده ان احنا بقى عندنا اكتر من مايكروسكوب. يعني بقى عندنا في كل اوضه في مايكروسكوب، عشان المايكروسكوب ده كان الـ يعني انا هو اكتر جهاز انا حبيته في الاجهزه كلها. بالظبط. عارف ليه؟ لان المايكروسكوب ده انا حسيت انه كان ما ينفعش ان طب الاسنان يشتغل من غير مايكروسكوب. بالظبط. يعني اي حاجه ثانيه، اشعه ثلاثيه الان احسن طبعا من الاشعه البانوراما، بس برضو البانوراما مش محترمه برضو. لكن غير مايكروسكوب يو كانوت سي، يو كانوت سي، انت مش شايف. فمش شايف هتخبط، هيبقى في الم، هيبقى في وقت كتير لانك مش شايف. هيبقى في كواليتي مش كويسه. يعني المثلث الرعب الثلاث نقط انكلودد في المايكروسكوب. فبقى من كتر اهميه المايكروسكوب بقى كل اوضه من اوض السنان عندي فيها مايكروسكوب. تمام. فدي وحتى في الاطفال، كل الدكاتره كده في الاطفال، كل تخصص هيحتاج الميكروسكوب in some instance. فدي ده العنصر الثاني او المثلث الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو الالم. المثلث الثالث اللي هو الكواليتي. طيب الكواليتي يبقى انا لازم يبقى عندي predictable results او نتائج متوقعه من مواد نقيه زي السنان بالظبط، بميجرمنتس وبطرق معموله بالكمبيوتر لا تقبل الخطا، ما فيهاش الهيومن ايرور او الخطا البشري. فاذا هو ده التارجت او هو ده الطريق اللي احنا واخدينه علشان خاطر، او المنهاج اللي احنا ماشيين عليه علشان نكسر في فكر الناس الرعب من دكتور السنان المبني على المثلث الرعب اللي احنا اتفقنا عليه، وقت وألم ونتائج. تمام. فبنبص نلاقي ان احنا لو مثلا جينا نتكلم، خدنا اكزامبل لينا اللي هو حالات الكسر او الكسور اللي بتحصل في الاسنان. الكسور اللي بتحصل في الاسنان دي من اول ان سنه اتكسرت فيها شرخ صغير او اتكسرت منها حته صغيره، لحد اتكسر منها جزء كبير وصلت للعصب، لحد ان الجدر نفسه اتشرخ والسنه نفسها اتكسرت. فاول حل او اول نتيجه ان انا عندي جزء اتكسر جزء صغير والسنه بقى فيها شرخ، فدي من الحاله دي بنعالجها بحاجه اسمها القشره التجميليه. تمام. النوع الثاني ان انا
جزء اكبر من السنة اتكسر. فابص الاقي ان انا هحتاج ان انا اعمل كومبليت كفرج او اغطي السنة كلها، واحيانا كتير بحتاج اعمل لها عشر عصب. الحل الثالث ان الجدر نفسه اتشرخ وحصل كسر في الجدر، في الحالة دي انا بشيل الجدر ده وبزرع مكانه زرعة وبحط عليها كفر. واحد من دول هو قصة، وكل واحد من دول هو طريق بنمشي فيه. ولازم نوضح للناس كل واحد من دول ايه المخاوف منه فنشيلها. احنا دايما ماشيين على الثلاثه فاكتورز اللي بنتكلم عليهم. على فكره انت عامل لنا النهارده ترايولوجي في كل حاجه، انت عارف جاد فازر جزء اول وجزء ثاني وجزء ثالث. ايوه بالظبط، انت عامل النهارده ثلاث اجزاء واضح في كل حاجه. بالظبط، ترايولوجي في المشاكل، ترايولوجي يعني ثلاثيه المشاكل. بالظبط، والترايولوجي في حلول المشاكل، يعني واضح ان هي هتبقى يعني ثلاثيه. صح كده بالظبط. اها، فاحنا هنمسك كل واحد من دول، سواء القشره التجميليه، ايوه، سواء التركيبات التجميليه، سواء الزراعه، ونتكلم عن كل عنصر فيهم من الترايولوجي الاساسي بتاع رعب المريض اللي هو الخوف والوقت والنتائج. تمام؟ طيب لو جينا النهارده، احنا النهارده مثلا نتكلم عن موضوع القشره، وخلي التركيبات المره اللي جايه والزراعه المره اللي بعدها. تمام؟ فلو جينا نتكلم عن القشره التجميليه. اول حاجه، هو اول حاجه بتخوف الناس من تقول لك بس انا سنتي سليمه تعتبر يا دكتور، سواء اصفرار، سواء ان جزء صغير منها اتكسر لو احنا بنتكلم عن الحادثه، سواء ان فيها تسوس بسيط. فانا سنتي سليمه، طب انت ليه هتصغر لي السنه؟ انت هتبرد لي السنه، انت هتعمل تشيل جزء كبير من ماده السنه الطبيعيه. فاول رعب موجود هو عنصر التحضير. طيب الرعب ده ازاي بنقول ان هو تلاشى او اختفى؟ عن طريق ان التحضير بقى موجود باستخدام الميكروسكوب. فالتحضير باستخدام الميكروسكوب اصبح جزء صغير جدا من السنه بيتشال وبيتحط مكانه بورسلين نقي. فجزء في القشره، في القشره، اه، جزء صغير من السنه بيتشال. يعني لو جينا بصينا على يمكن دي اول واحده دي، تمام، دي عباره عن ان ده التحضير الايديال بتاع السنان ليه؟ عشان نعمل القشره التجميليه. تمام، لو ادي السنه الصغيره دي، يمكن السنه دي زي السنه دي مش زي السنه اللي جنبيه. يعني ده قاطع، تمام، وده القاطع اللي زيه. فالتحضير بيبقى عباره عن ان انا بشيل مليمتر، ويمكن ده هيبان اكتر في فيديو التحضير بتاعنا. ولكن ده شكل السنه. تيجي على شكل القشره هتلاقي ان القشره هتلاقيها حاجه صغيره جدا كده. معرفش، انا عايزك تمسكها بالجنب عشان نشوف السمك. مش هتشد يا جماعه بسهوله، يعني معلش بالجنب. انا كل ما هتمسكها بالجنب وما تبقاش ورا البلطو، لان البلطو برضو ابيض، فهي بيضاء. لا، ان ده برضو كنايه عن حاجه، ان القشره دي حاجه رقيقه جدا جدا. هي كده معلش، انا ايه يعني، انا برضو عايز امسكها، همسكها بطريقه معينه. اعتقد ان انا لو مسكتها كده كده اهي كده مش هتبان. بس انتوا متخيلين من بعيد حتى هي احنا هنشوف الصور الدكتور ايمن عامل ازاي بشكل اوضح. ولكن هي على فكره قد ايش اللب بالظبط؟ زي عدسه العين. زي عدسه العين، حاجه رفيعه جدا. قد عدسه العين. لا، انت عارف ايش اللب؟ تقريبا نفس السمك، نفس السكنس. فبتيجي وبنقوم حاطينها على السن بالمنظر ده، فبتبقى بتلزق، اصبحت سنه طبيعيه وشكلها جميل جدا، واكني مش عامل اي حاجه خالص في السنين. حلو. تمام. طيب نيجي، طب احنا ده في نفس يوم التحضير. في نفس يوم التحضير، ما انا لسه عايز اتكلم على عنصر الاول الخوف، وبعدين نتكلم على الطعم. طيب الخوف، ان انا دلوقتي خايف من ايه؟ من التحضير. طيب التحضير اصبح في المينا بشكل لا يذكر صغير جدا، ويمكن هنشوف بعد شويه حالات قبل وبعد كتير قوي لموضوع القشر. طيب عنصر تاني هو عنصر الماتيريال. انا النهارده الماتيريال اللي هي الماده، اللي مصنعه منها القشره التجميليه. معلش انا لازم اترجم، لانه في ناس كتير ما تعرفش اللغه بتاعتنا. بالظبط، يعني كلمه ماتيريال بالنسبه للناس مفهومه، لكن بالنسبه لناس ثانيه حتى مثقفين يقول لك يعني ايه ماتيريال؟ ماتيريال هي الماده المصنع منها هذه القشره. بالظبط، وده يمكن عنصر ناس كتير ما بتاخدش بالها منه، وبتفتكر ان هو مش مهم، وبيتضايق من النتائج بعد كده، ومش حاطط في دماغه عنصر الماده. الماده هي اللي هتخلي السنه لونها تشوكي وايت او لونها شفاف. الماده هي اللي هتخلي في تلوين في اللثه او مفيش. الماده هي اللي هتخلي شكلك طبيعي او شكلك مش طبيعي. الماده هي اللي هتخلي اللون اللي ياثر معايا، ان انا وانا عندي اللون ما فيهوش شفافيه مش هقدر اعمل سنه او سنتين. انا هضطر اعمل كل السنان اللي في المنطقه الاماميه علشان خاطر اماسك الديفكت اللي عندي، ان انا ما عنديش ماده شفافه تقدر ان هي تمامك او تحاكي الاسنان الطبيعيه. ايوه،
فلو جينا بصينا مثلا ده تو اكزامبلز او دول مثالين تمام. ده البورسلين النقي اللي على الشمال. اللي على الشمال ده معلش خلينا نمسكه لوحده شويه. كويس اوصفه لنا كده لوحده. ده عباره عن ماده اسمها ليثيوم داي سيليكيت او ليثيوم سيليكيت، نوع من انواع الليثيوم. نوع من انواع السيليكا او نوع السيليكا دي اللي بتعمل منها الرمله والكلام ده كله. بتيجي من الرمله. من الرمله. كويس بتبقى بتعملي بورسلين نقي جدا 95% زي السنان الطبيعيه. لا زي المينا، لان احنا عندنا السنه بتتكون من المينا وتحتها العاج. المينا دي ازاز والعاج ده بعديها هو في درجه شفافيه اقل شويه زي العاج بتاع الفيل والكلام ده كله. فانا النهارده ما اقدرش اصنع مينا، القشره دي هي مينا، انا بشيل مينا فلازم احط مينا. ما اقدرش اصنع مينا من ماده غير زجاجيه، مينه السنه. فده اللي هي بنسميها الجلاس سيراميكس او البورسلين الزجاجي. تمام معلش انا هديك انطباعاتي على الماده وتقول لي انا بفكر صح ولا لا. تمام. كراجل يعني انا دكتور بس مش دكتور اسنان بالظبط. فاولا اللي انا حاسس بيه اولا هي لا شفافيه، يعني انا شايف ايدي من وراها بالظبط وشايف الكتابه المكتوب عليها من وراها. بالظبط. يعني انها ليها ازاز. هي يعني اللي هي شفافيه لما احط ايدي كده انا شايف ايدي من وراها بالظبط. حاجه ثانيه ملمسها ناعم جدا. جلاس ناعم جدا. انا صح كده بالظبط. بس ده الانطباعين بس لونها بقى اللي انا دايما مستغرب، يعني لونها مش ابيض. لونها مش ابيض لما بتخش الفرن بقى دكتور ايمن. تخش الفرن تطلع باللون ده. والله حلو الشغل اللي احنا بنشتغله ده قوي قوي. انا حاسس ان انا قاعد معاك جوه المعمل. ايوه. يعني هي بتطلع كده كده بمجرد ما تدخل الفرن. تدخل الفرن تطلع كده. فدرجة الشفافية برضو نفس درجة شفافية السنان الطبيعية. يعني أول زي ما بتخش الفرن تطلع بنفس شيء بيضة. لو أنا عايز بيضة ممكن اللون أغمق، ممكن آخد لون تاني أغمق، ممكن آخد زي اللون اللي أنا عايزه، بس كله بيشترك في إيه؟ إن هو درجة شفافية عالية. طيب سؤال واحد، هل ده وريهولي كده معلش أنا هتعبك معايا، هل البلوك بتاع البورسلين ده بيطلع منه اللون ده؟ بالظبط. طب لما تحب مثلا تطلع لون اغمق بتجيب نوع تاني ولا بتعمل درجه؟ كلهم تقريبا بيبقى ليهم لون واحد قبل الكريستاليزيشن. او قبل ما يخش الفرن. بعد كده بعد ما يطلع من الفرن بيطلع باللون اللي مكتوب على البلوك. يعني ما لونه الشيت كذا او الشيت كذا. يبقى اللي اذا مش الفرن هو اللي بيتحكم. لا البلوك اللي جاي هو اللي بيتجاي يتحكم. واللي بيتحكم برضو زي لو تفتكر الفرشه اللي بنمسكها نقعد نلون بيها السنان. يعني لو في شويه رتوش في السنان بنقعد نلونها يدوي وفي بق العيان وبعدين دخلها تاني الفرن. اوكي. فبنقعد برضو الهيومن تاتش مهم بس يبقى من غير الايرورز. حلو. يعني اخد الكمبيوترايزد كواليتي مع الهيومن تاتش. الله ينور عليك، شويه انجليزي عسل قوي. هيومن تاتش اللي هي اللمسه الانسانيه من غير ما يكون في مشاكل، اذا كانت حصل اخطاء مشاكل او اخطاء في الكيومن الكمبيوتر ايرورز اللي هو ما اخطاء كمبيوتريه. ايوه صح كده. يعني اول انجلش اول ذا تايم. تفهمني اكتر، انا النهارده انا مبسوط جدا وعاجبني الجو. قبل ما ننقل عايز اوريك. لا قبل ما ننقل عايز اوريك النوع الثاني اللي هو اللي قبل كده. اللي هو ازركون. تمام. ده يمكن ده كوبري عشان كده البلوك اكبر شويه، يعني الحجم مش هيفرق، هو في منه برضو نفس الحجم الثاني. بس درجه الشفافيه ما انت شايف كده تباشير. انا ما بقدرش اشوف فيه، ما بيعديش الاضاءه خالص. تاني حاجه، فده بيحتاج انه يتحط له لاير ثانيه او طبقه ثانيه. بتتعمل فين؟ في المعمل. فمهما انا عملته برضو بالكمبيوتر برضو هرجع للمعمل ثاني عشان اعمله، يعني اضطر اخد مقاسات وعجينه والكلام ده كله. احيانا بنحتاجه، يعني انا مش هقدر ننكر ان احنا احيانا بنحتاجه، بس بنحتاجه فين؟ في واحد عنده بيجز على اسنانه، بس برضه مش في موضوعنا خالص، مش في القشره التجميليه. يعني القشره التجميليه بالاستخدام الزركونيا انا ما بحبهاش كشاتي. ليه؟ لان انا انت بص الفرق، يعني انا ادي اهو الفرق اهو، ادي ده الكالر والترانسلوسنسي او اللون ودرجه الشفافيه بتاعت ده واللون ودرجه الشفافيه بتاعت ده. طيب اذا ده واضح ان هي مدارس برضو. انا اللي فهمته كده ان في مدرسه وانت بتميل لمدرسه معينه. بالظبط. حتى انت قلت كدكتور شادي، يعني بالزبط. انت اتكلمت عن رايك انت. طيب تعالى ندخل، انا عايز افهم اكتر. انا عاجبني قوي جو المعمل الحلو ده والقعده واللا برضو صرف ومكلف. صرف ومكلف يا جماعه، انا الصرف برضو بيفرق. انا صرف ومكلف البتاع دي بفلوس كتير قوي، اللي هي النماذج دي فلوس كتير قوي. طيب وروني، ندخل على حاله انا بحب قوي الكلينيك، انا راجل دكتور فاحب ادخل على الحاله. يمكن دي كان فيها حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هي كانت عندها اصفرار وتاكل في السنان كلها، والناب اتسوس واتكسر، اتخبطت فاتكسر. حلو تمام.
الحالة بتاعت الناب اتكسر دي هنتكلم عنها بالتفصيل، ان احنا شلنا الناب وحطينا مكانه باستخدام الاشعة المقطعية السواسية الابعاد من غير جراحة، حطينا زرعة، ثم بعد كده هنبتدي نعمل لها بالكمبيوتر. تمام. السنان التانية هنبتدي ان احنا نعمل التحضير اللي اتفقنا عليه في الكاست ده. نبتدي ان احنا نحضر الاسنان باستخدام الميكروسكوب. تحضير الاسنان باستخدام الميكروسكوب، يمكن احنا دايما بنتكلم على درجة التكبير العالية جدا. درجة التكبير العالية جدا دي بتمكنني من ان انا اقدر اقرب جدا من السنة، اشيل جزء قليل جدا من السنة من غير ما ادمر مادة السنة الطبيعية، ما بتلمسش اللسة وبتقدر تتحكم كويس قوي في درجة الانحناء بتاعت اللسة، وهي حاجة مهمة جدا جدا ان انت لما تعمل كفر يبقى ما عنديش اي تعمل كفر اللي هو الفينيرز سوري ما يبقاش عندي اي بروز او ضب زي ما بيقولوا، فبالتالي يعمل التهاب في اللسة ويعمل شكل مش حلو. فعشان كده التحضير في الحتة دي هو خطوة مهمة جدا، واستخدام الميكروسكوب فيه هو invincible، حاجة لا يمكن الاستغناء عنها. حلوة. يعني استخدام الميكروسكوب في حالات التحضير بالذات في القشرة، لان انا بشيل جزء صغير جدا دكتور عين، فالنهاردة لما هشيل الجزء ده وانا شايف الدنيا صغيرة، لو عملت ايرورز او ايدي اتهزت او في اي مايند افكت مش هاخد بالي منه. مايند افكت اللي هي الايه، الحاجات الصغيرة جدا، عيوب صغيرة، عيوب صغيرة. انما لما يبقى انا عندي الميكروسكوب مكبر بالشكل ده، اي حاجه المارجن بيبقى سموث جدا، الحافه بتاعت السنه تبقى سك حديد، يبقى خط مستقيم حلو سك حديد. بالظبط. وتيجي شايف الميجرمنت، الميجرمنت 1 مليمتر هي ال1 مليمتر، انا ما بشيلش 1 ملي 1 ملي 1 مليمتر دي اتس فيري فيري لو. تمام. 1 مليمتر ده خانه المينا 2 مليون، كانت المينا 2 مليون ونص على المسطره، على المسطره، على المسطره بالظبط. يعني 2 مليون وربع، ربع سم، شيل جزء من المينا 1 مليمتر من المينا، فده ادي التحضير اهو. شلنا ال1 مليمتر بتاعنا من كل الاسنان، والسنه اللي كانت مكسوره خلعناها بالموجات الصوتيه، وحطينا باستخدام الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد الزرعه بتاعتنا. مش احنا مش بنتكلم النهارده على الزراعه، احنا مركزين النهارده على القشر. تمام. فنبتدي كل السنان. انا خدت كل السنان، خدت الثمان سنان الاماميه. جميل. تمام. جميل. فابتديت زي ما انت شايف درجة التحضير، هو انا شلت الجزء الديفكتيف، انا شلت الجزء اللي فيه مشكلة، انا ما شلتش جزء كبير اللي هو انا كلت من مادة المينا، لا انا شلت المينا اللي فيها مشكلة. يعني الناس مثلا بتلاقي ناس برضو غير التسوس تلاقي فيه خطوط بيضة في الاسنان. الخطوط البيضة في الاسنان دي لما يجي يعمل تبييض تبص تلاقيها بقى شكلها كأنه عنده بويه في السنة، شكلها وحش جدا مرعب. فلما بيجي لي حد يقول انا عايز اعمل تبييض الاقي في الخطوط البيضة بتاعت الفلورايد دي، اقول له لا ما تعملش تبييض، انت لازم تعمل قشرة تجميلية. حلو. فيقول لي انا هبرد السنان وهتصغر. لا، السنان مش هتبرد ولا هتصغر، انا هشيل المينا اللي فيها ديفكت باستخدام الميكروسكوب بالظبط على زي ما انا عايز، وابتدي ان انا احضر السنان. نيجي بعد كده طبعا الجزء ده، ان انا الناب لو تفتكر كان مكسور وكان حطينا فيه زرعه، فحطينا برضو اكن سنه متحضره عشان تستقبل قشره فوق الزرعه، عشان نحط نفس اللون بتاع القشره بتاعتنا في كل الاسنان بتاعتنا. وبعدين نشوف بقى حجم القشره، شايف ده اللي احنا شفناه بقى، ده دي القشره اللي احنا ماسكينها دلوقتي لايف، هي دي. تمام. صغيره جدا، قشره رفيعه جدا، متكونه من ماده شفافه جدا. تمام. زي ما احنا شفنا البلوك اللي متصنعه منه، وابتدي ان انا اركب القشره دي على الكراون او على الكفر اللي انا حطيته على الزرعه عشان خاطر الناب، عشان يبقوا جزئين ويبقى نفس البتاع ده. السنه المسفره من ورا حطيناها برضو علشان خاطر تبقى زي سنانها اللي جنبها، عشان تديه نفس الهيو او نفس درجة الشفية. عارف ده لو كان ماتيريال تانية زي الزيركونيا مثلا كان ما كنتش احتاج اعمل كده، بس هو انا عشان مادة شفافة قوي، فاحنا ازاي بتقدر تتعامل معها بحرفية ان انت تطلع منها نتائج نفس النتائج، ان انت تحط سنة مسفرة زي السنان اللي جنبيها على الزرعة عشان خاطر الزرعة تبقى زي السنة طبيعية. اوكي. وبعدين نرجع نحط القشره بتاعتنا. القشره بتاعتنا بتقدر بقى كمان يا دكتور ايمن تتحكم، من كتر ما السنه شفافه بنقدر نتحكم بماده اللزق في الفاينل فيز كمان في اخر مرحله. انا عايز افهم الحته دي. يعني انا عندي انت بتقدر تتحكم في ماده اللزق ازاي؟ يعني انا دلوقتي حضرتك دي لونها كده، لو انا جيت حطيت عليها وراها الورقه دي بقى لونها مختلف. طبعا. عشان درجه الشفافيه عاليه، فبتقدر تتحكم بلون ماده اللزق في درجة غمقان وفتحان السنة. يعني انت ممكن تفتحها قوي كمان، ممكن افتحها اكتر باستخدام، ممكن اغمقها شوية وممكن تغمقها سنة. فبيبقى معايا درجتين ثلاثة كمان في الفاينل فيز عشان خاطر اديتهاني ايه الجلاس سيراميكس.
لو انا بستخدم دي انا حطيت طوبه، انا مش شايف حاجه، فخلاص اللي حطيته لبسته انت فاهمني. انما لما تيجي تحط الماده الشفافه دي انت بتقدر، لا يا دكتور دي فاتحه شويه ممكن اغمقها، اه ممكن اقوم حاطط ماده لزق اغمق سنه فاقدر اتحكم في دي. لو هتقول لي ممكن نفتحها شويه، ايه ده انا كنت فاكرها تطلع افتح من كده، ماشي حاضر. ماده اللزق دي يعني برضو ساعات ساعات بعض الناس تعمل سنانها فتيجي تعملها على مرحلتين، فمرحله تبقى بيضه ومرحله ثانيه اقل. دي ماده اللزق هي اللي لعبت دور طبعا، لعبت دور طبعا. تعالى بقى دول تو كرونز او تو كافرز، اللي على الشمال دول زيركون اللي هم معمولين من البلوك الابيض اللي احنا شفناه ده. اللي على اليمين دول دول اللي هم الجلاس سيراميكس. الجلاس سيراميكس لو شفت اللي في الشمال الاثنين دول باينين ان هم ارتفيشال. لو الدكتور ده عايز ان هو يعمل زيركون هيضطر يعمل السته عشان يبقى شكلهم واحد. انما لما بتيجي تعمل جلاس سيراميكس بص الاثنين اللي في النص دول مش باينين تماما ان في فرق ما بينهم وبين السنان الطبيعيه، لان هي سيم ماتيريال. يمكن تحس ان مفيش فرق قوي، تمام، ممكن الوهله الاولى تحس ان مفيش فرق قوي، بس اللي عايش مع السنان دي طول عمره ودي سنانه اللي بيضحك بيها وبيتكلم بيها طول العمر هو حاسس ان حد لما هيبص انت عامل حاجه في سنانك في حاجه. انما التاني ده وهي ويل نيفر، يعني انا كدكتور سنان لما بيجي لي حالات بتاعتي تو فولو اب ما بصيتش في الفايل ما اعرفش مين السنه اللي هو عامل اللي انا عاملها له. لازم ابص في الفايل الاول او ابص على السنه من جوه علشان اشوف ان فين اللي متحضره ومين اللي مش متحضره. لا بس بتعرف تعالى انا عايز اروح، انا عايز اروح. حلو الكلام ده، تعبير ده تعبير ادبي يعني. ده بيشبه اللي بيكتب في الادب بتاع شكسبير اللي هو يقول لك حتى اذا رايت ما كتبته من كنت من فرط ما كتبته في حال من اللاوعي وفي حال من النشوة ربما أظن أنني لم أكتبه. حلو دي جميلة. طب أنا عايز أروح لحتة منطقة مهمة قوي. هل بيختلف عندك التعامل مع السن المكسورة إذا كان مكسورة بشكل كلي أو بشكل جزئي؟ يعني واكلة واحد، أنت عارف من الحاجات اللي أنا شفتها كتير قوي في الحياة العملية إن اللي كسر السن للست جوزها أو إن الراجل اللي كسر له مراته. ما أنا بخش في المزاج العالي بس مهم قوي ان انت تشوف واتس بينيث. يعني ايه دايما اللي بيحصل هو جبل الجليد اللي طالع منه حته صغيره جدا فوق فوق البحر، وتحت البحر تلاقي جبل رهيب جدا. اللي بيحصل ان انت مع الكسر ممكن اشوف كسر صغير جدا فوق السنه فوق اللسه، تيجي تعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد تلاقي السنه الجدر بتاعها بالطول كله مشروخ. ففي الحاله دي هو متخيل ان السنه دي هيجي يعمل لها قشره في سنه في سقف حاجه بسيطه جدا، واجي انا فجاه اقول له ده تتخلع. زي كده مثلا؟ لا دي مثلا حاله ثانيه القشره. ده منظر التحضير، شايف مثلا ده انا محضر برده الثمان سنان القدامانيين لاستقبال قشره تجميليه. فبرده التحضير كميه التحضير زي سيم الديزاين، بنبتدي نعمل السمايل ديزاين، بحضر بركب السنان دي على وش المريض عشان اشوف شكلها عامل ازاي. هل شكلها حلو شكلها مش حلو الكلام ده كله، ثم بعد كده بنفس التكنيك وبنفس الماتيريال نبتدي ان احنا نلزقه. فاما زي ما اتفقنا زمان لو تفتكر، يا اما اكستريم ميك اوفر انا بعمل الثمان سنان او العشر سنان القدامانيين، يا اما ان انا بعمل سنتين او ثلاثه اللي فيهم المشكله لو حد مش عايز يعمل اكستريم ميك اوفر. اجين لو تفتكر دي كانت حاله من الحالات بتاعتنا اللي احنا عملناها لايف، السنتين البرميليتين الصغيرين اللي في البرميليتين شكلها بامبس مدور شبه البرميل، كاتش الاتراكشن وتبص عليها تحس ان انت على طول مميزه. كانت البنت بيسموها ارنبيه او فلانه ارنب رابت. من السنتين دول بمجرد ما اتعمل عليهم قشره تحضير 1 ملم من بره بس وتتلزق القشره في السنتين الاثنين بس، وده الميزه اللي اديتها لنا جلاس سيراميكس اجين، ابتدي ان انا اتغير البنت شكلها تمام، بقت سنانها ايديال من سنتين اتنين بس اتعملوا وخلوا السنان ايديال. فالفكره نرجع تاني للسؤال بتاعك، هل احنا في الكسر كل الحالات بنحتاج امتى نحتاج قشره، او درجه الكسر تفرق في درجه العلاج ولا لا؟ تفرق معايا طبعا. بنبتدي ان احنا نحط اول خطوه بتاعتنا نعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد، ابتدي اشوف الديفكت بتاعي وصل لحد فين. لو مش واصل العصب يبقى انا يا اما قشره يا اما كفر طبقا لحجم الكسر، لو وصل العصب يبقى لازم نعمل حشو عصب ونعمل كومبليت كفر، لو وصل للجدر يبقى في الحاله دي ان انا بشيل السنه وبحط مكانها زرعه وبنحط عليها الكفر بالتكنولوجي اللي احنا اتفقنا عليها. فحلول كتيره جدا بنطرحها وبتديها لنا التكنولوجيا، من اول التايم، والتايم عنصر مهم جدا ان الكلام ده كله بقى تم في قد ايه يا دكتور ايمن، ان انا بدل ما رايح جاي على دكتور السنان طب انا عايز اعمل تجميل، هل هينفع امشي بسنه مبروده او سنه متحضره وعندي حساسيه او السنان شكلها مختلف وما اروحش الشغل تاني يوم علشان خاطر اعمل سناني؟ لا مش عايز اعمل سناني. فطبعا ده
كان العنصر عنصر التايم عنصر مهم جدا، ان انت في ساعه هتبص لنفسك الكلام ده خلص. لو هعمل العشر سنين هم ساعتين ثلاثة الموضوع خلص تماما، مفيش اي مشاكل. التايم عنصر مهم جدا، مفيش الم، نتائج مبهره جدا زي ما احنا شايفين بنقدر نتوقعها، لان انا برجع سنان طبيعيه من غير وزاود افكتس. اوكي، اذا التكنولوجيا هي اللي بتخدمنا، فبتوفر وقت. طالما انا بستخدم تكنولوجيا بوفر وقت كويس جدا، وفي نفس الوقت بدي سيفتي كويس جدا، وفي نفس الوقت عندي امان مهم جدا. هذا هو الجزء الاول في الثلاثيه بالظبط. والثلاثيه مكونه من قشره، ده اول جزء. الجزء الثاني تركيبات، الجزء الثالث الزراعه. قشره تركيبات زراعه، قشره تركيبات زراعه، وكالعاده. وجزء رابع، في جزء رابع، وفي جزء رابع بقى حشو العظم. والله العظيم ده الجزء ده غلط ترولوجي، وده حشو العظم ده موال. طيب دي كالعاده دايما انا يعني بقول لكم دايما انه لازم تتفرجوا على الاشياء مكتمله عشان الصوره تبقى كامله، لانه الصوره لسه ما كملتش في التعامل، فلازم نبص على الجزء الثاني والثالث وننتظر الجزء المهم جدا هو الجزء الرابع. حالاتكم فيديو هنستناها على الفيسبوك، احنا مستنيين كل حالاتكم. يعني ايه؟ اي فكره بتخطر في دماغ اي حد عنده مشكله بيصور نفسه ويبعته لنا على صفحتنا الموجوده دلوقتي، او على الحته الموجوده دلوقتي تحت صفحتنا، او على صفحه الدكتور شادي، ممكن يبعتها للدكتور شادي نفسه هيجيبها لنا، ونقعد نناقش في الكلام كان انت بقيت ضيف عندنا، بقيت ضيف ثالث عندنا. ده شيء مهم جدا، واحنا هنفاجئكم الفتره الجايه لان في ضيوف كتير او جمال جدا معانا. تنورتنا كالعاده وابهرتنا كالعاده واسعدتنا كالعاده، ودايما يعني فعلا قلت يعني صعب انه يعني ان حد يعرف التكنولوجي بالشكل دوت غير لما يذاكر وراك كتير قوي. فانا بشكرك شكرا جزيلا، عشان انا في الفتره اللي فاتت اتفرجت على حاجات كتيره قوي، جالي اكتئاب والله. ضحكت ضحك حرام، ما مش كل حد يبدا يقول لنا البس بلطي ما ينفعش خالص، حرام. اتخانقتنا تصدق ان انتوا كنتوا تصدق ان هم فقعوا عالي المراره. كل شكر والتقدير للضيف العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، استاذ واستشاري مدرس طب اسنان، اسف، كليه طب اسنان جامعه عين شمس، ودكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، مدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي، وطبعا رئيس مجلس ماركه شايني هويت الشهير. اهلا بك دكتور شادي. اليوم يوم العباقره، وي ويل بي باك اجين.